ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. وصفتنا بقى النهاردة عن القراقيش. بصوا بقى القراقيش القمر دي، لو عايزين الوصفة كاملة هتلاقوها على قناتي على اليوتيوب، قناة بسمة سعد، بجد بمقادير سهلة وبسيطة وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا لونها ذهبي وجميل جدا ومستوية ومقرمشة، حاجة كده تحفة، وهتوفر عليك كتير جدا بدل ما تشتريها بره بالغالي. لا، الكيلو دي هيعمل معاك 2 كيلو واكتر كمان في البيت. خشوا بقى على قناتي، واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش بقى يشترك ويفعل جرس التنبيه، وما تنسوش بقى اللايك يا بنات وتعليقات حلوه كده على ذوقكم. وهستناكم هناك في القناه علشان تشوفوا الوصفه كامله. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نتقابل في وصفات جديده. خشوا بقى على القناه بسرعه علشان تشوفوا الوصفه كامله بمقاديرها. واللي عايزه تسال على اي حاجه بخصوص الوصفه عينيا ليكوا، ابعتولي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.